بحركي إنه كل حجرو ليس كحبناها جلها ده حسب قتلاها هي سومالي لنا كل مية وشركه ده جلها ده وكسو حرمي مجال ده برعاء دقة هرجيسة وقربتها كلها ده ورباهنتها أي واحد وبيني إن حسب قاسي وكبيري إسلام الكاسين أولي كتير سيء هاي حسب قوضاني دنك كلا حسب قتلاها هي كل مية أي واحد شاجان إن دقة مجال ده هرجيسة وضمعك جلاي إنه كم بنقطة مسؤولين تصريح حسب كلمية مركز دم عاسي وسورة جري وعينا وشجع إيران وحسب كم دهين هذا بوح استوديو هالتلفزيون كه صاب يقول السجان محمد عمر عبد عرا أو كم ده تفترياش التلفزيون كه إن محمد مركز هراء برسول دو وإن واحد كورن تا إن مسؤولين تحسب كلمية وحي هراء وشجعان إن عبد الكريم أحمد موجة والنقان دانا مرشح هذا الشجاد مدحوين النمو يقدم بين إياه مدحوين المسبيح عبدي إن كما هذا الأرين تعسي هذانا نفيان كحسب كل مية أيام مع المقار وح وشجعي إنه كم دي هاي حبناها جلها دحاء إن مركزنا كما هذا الدقو إن ما أنتنا حبناها جلها دحاء اللي جي ريا شركة إن جلها دحاء أيام مجلس وكتشري أصحت ما أنتم حاكين أي مركز شركة صور لما ذي إن دقو جربته وكهذا الله إسلام مركزنا وشجعه إن أنا حسب قاسي كم دهين إن بسم الله الرحمن الرحيم والبسطة بوش أنتي إن أرين تن إن حيرك الحسيني سا ماير كهركي سا عبد الكريم إن أحمد موجي يو يحسبه كل مية واحد هاد مد قاد وسوي شيء تمشي مدين كودن بيه يبليه ودن بيه بقى وعدد كل مرة قالوا هذا ليين ما تخانا بره بشدة أنا قالوا هذا ليي إسلام مركزنا مسؤولية كل مية أي دور شهر هراو شيئين إن محمد كريم عبد الكريم أحمد موجي وكم من دقان دورة إن ما راح أحس بيها قارهان مشارح حد دور شيء كده الله شريحة دورة شيء كده مدحوينها إن أرين تعرف هراء وشيء جو صحافة وشيء جاي إن حلبان هراء قالها وكذا ده عبد الرحمن عثمان عالم وهرنت كم من مسؤولته كل مية أيا شيء جاي عبد الكريم ويا هاي مشارح إن حس بيها كل مية شيء ده كله أنتي اللي قلت رقم قابدي شركة قالها ده شركة استيادة قالها ده كفر ماي مجال برعه إن دور شرب أي صبح إن هذا لقى إن عبد الكريم وكتيرو إن حسبيها إسلام مركانا قالها ده وكقريب قليو إن أفينكا إن حسبيها أو جمعيه لصورة في إن هذلي وحوش يجي إن عبد الكريم وكتيرو إن حسبيها إسلام مركانا قالها ده ليش كيس اللوجو دري إن شو ذكر إحنا وجنهاي شركة مركي وفرمي إن مالتي حتى يا ما أنتوا السعودية بلا وضع شيء السعودية إن مجا عبد الكريم الموجة أو آه إن لوجو صور دري ليش كي إن إن حبناها قالها ده هي لقى هر أخري شركة كسر قبضهم مقالة برعو إن أنتي إن ورك عصام وصاب حيوة قال إنك هر إيه ما أنت روتيس على بدن بكسر ركتي أنتي إن وصاب حيوة ركاء إن مجيء عبد الكريم الموجة ما يركه رجيسة لقى ده أخري قاله ده أو لشيءين وقالها كتير روتي صحافة يو ضد كبرها بشدة يو روتي ضد ككلاء دنيا سياسة إن ضد كتاجرياش إس كعادي إن سوشيال ميديا يبرها بشد أت بهرت وجهها ليين يقول هنتي إن دفرنقين بدن يوسف عربي سكوي دينية إن مركا عبد الكريم وحن أجن هاي إن إلا مالتها وعبد الرحمن اسمه عالم وهروش يجي إن مشرح ويا هاي إن الكلمية يو هذا الذي كليك دم بيجي الكلمية عبد الكريم كم هل تينو متخنا وكامسنا إن مركا قوان ديسو وقاتين ورمها كجوابين إن مركن قليه دحاء كلمية شركة سيوسوك وجوينا هنتي ما أنت دهرين تأذلو هذا لي إن أيو كهلي مركا لما قدر أيوم بقى إن الله صابين كرا إنه حلقان وكه الله عرين تاسي قدر كود حبيين وإن عدالس يمتخانا عليس بضان أو عبد الكريم كدر يمي أوكي من يدين عتاقريا شيسا كارهان إن تدكي صوت ورتي إن يمتخانا نمدي صوت ورتي وعوديسي إن تدكي قد ورتين وهرقيسا ونقضى ماير ومرتي متخانا برها بشدة مركل أركتيك سوبر نجا هيد إن ده سيد نبيار إن عبد الكريم وضد كي متخانا صوت دورتين تقول ميو وحش بكل سيد نبيار وبيرو مركل على أساس كا يمتخانا إن فرق ما ها بدن يعول أساس كلا ساري أي الله آنين كرا إنه عبد الكريم وكجت جوابي إن وكان وكجت جواب هذا لون أنا هرا وكجت جواب كريم إن وحكى له أو كرا أصلا أو كم إذا وحياه الله آنين كرا وحكى مذا إن إنه يسكف جيو تهنا ذا كحيرا إنه كل مية وكم ذي هاي أما وكبير أيو أما هرا وكبير أي إن سي ورنتي وإلى شدو إن سمعدة يمتغنى إن وكل حليم مجالة رنتي وكوكس بديت تاجرياش معارض محافظة ورنتي أنت نوجن هين تاو حلك هاي إن نعنا ولي ك
كما عون هذي هي دتك معارض كده كمحافظ كهوا مركزي وسكو هيو إن معارض كهيم محافظ كه بتخنا عاصمة إن أهم تدتك هو بدن السمال يكونوا ليهن لا ده هل ملين الله بقرا كنا قف يكونوا ليهن سو دتك هو إلى شدو متخنا إن كرسونو ده أي كان إنه أردت المانتا هو عد يو أو أنو شركة إن ما نشوجين شدو كلنا إن قرار دحيح كل ميكو مشرو إن بكاري ما حصل الله عنين كرا إن المانتا كان إن متخنا إن وكتشوا أبو شدو كله إن مدام أهرة كل مية ودور شارو شيء إن عبد الكريم كم دي هاي إن حسبة كل مية ولمن السجارة الله شيء إنه دمشرح من الحين يحبه إن أرمها كم تجاوشين إن فنتي محن أجن هاي مركز قفتي ساء وحبين وحبين ما يركوم وحبين وما يرك عاصمة حسبة قدر وكصاب حي وحبين كلها دجان كأه متقن حسبة قدرني كم تليا أو كم لحمة هي كلها دجان كأه وضن وكصاب حي إن دجمة ده هرجيسة وما يرك مجالا مركات إلا أنت محن أجن هاي إن دي عبد الكريم ومكيد مدي هاي ده وضني أو ميل سو كشيء عي أو سي أوفيشال وش يعني كبحي أنا ترين مك إذا سأل أوجي هاي مك كل مية شيء عن إن ده وكم دي حسبه وحي هاي سي أوفيشال أو رسمية أما ده إنه صحافة صار صاره أما متخنا إنتو صحافة أو يرد سي أوفيشال رسمية وارين تاش كده ده فيو هسي شو حد موسى ما أنت لفت هذا إن هذا الكمرك اللي جا ورئيس كل قاضي سيد أودي جاي يوم متخنا عراتي وكهرسيبه إن أنا أتشعل إنه أريمان كهلا هسيش السؤال ويدي درتيد وسؤالش ده وريه ويدي درتيد ووجه جواب أريمان سنة أتشعلان لها إنه ده متخنا تجمع سياسة هي هورها معاصمة دسكر مشغولة أريمان أنا كهلا بقى مركز السؤال شال ويدي أم باك إنت إنه كتش جوابه سين أجن هاي إن أبدي ما يحين قرشة يسوي وترق علي أما وسي متخنا أوفيشال رسمي أو بلارن إنه أريمان كده دفيو إن تاسينا ورنتي أرن على مسألة موجينة سواء متخان وحسق ويدين كرو هسي الشيء إنه ما انتهى الله دهنا فرحة بدن يعلى السدا يعلى السدا كي من يدبده أيام بالله عنين كرا إنه ما انتهى وصحف دولة الله أو وش يجي إنه أنا حسب كم دهين إن مرلا ويدية بلنقاد هرو سمية أو ها إنه مرشح هرو لسيو وحم وقتين وكجاب سدي إن أنا تاسيم حاله قصفين كرا إن رنتي سؤالي ما انت الويدية سؤالك بالويدية سواء ما يركع إن horena maayirku dhowr jeer oo deegaanka sada ka hadlay wuxuu sheegay in uu danta ugu weyn iyo culayska ugu weyn ee madxana uu saarayo in horumada caasimada loo doortay iyo sidii uu wax ugu qaban lahaa dadka reer geesay doortay isagoo runtii aan hore ugu dhex muuqan jirin intan uu maayirku noqday arimaha xisbiyada hore intii lagu jiray ololihii goleyaasha deegaanka maamulkii musharaxiinta la soo bandhigay ee xisbiyadu ay soo gudbiyeen musharaxiintii doorashadii goleyaasha deegaanka iyo kala kala ee qabsoontay 2012kii madal uu u qabtay xisbiga wadani uu u qabtay musharaxiintii ayuu ballanqaad culus ka sameeyo hadalkaasina wuxuu hadal ilaa maanta ilaa shalay ilaa intan soo baxay inuu Cabdikariin ku biirayo kulmiye aad loo soo googoosanay oo ahaa ballanqaad culus oo uu sameeyay musharaxa iyo xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo uu ku sheegay in sida uu isagu u ogolaaday in xisbiga ka sharaxaan sida uu u ogolaaday inay kusoo baxaan goleyaashii deegaanka doorashada la qabtay ay ugu soo baxaan si lamida iyaguna xubnihii ka sharaxnaa wadani haddii hadan golaha wakiilada iyo goleyaasha deegaankaba inay iyaguna abaalka celin doonaan oo haddii ay soo baxaan ayaguna dadaalkooga iyo mataqaana kartidooda laba barestaag doonaan sidii uu Cabdiraxmaan Cirro uu noqon lahaa madaxweyne uu taageer lahaayeen sidoo kale wuxuu ballanqaadkaasi ku sheegay in haddii la doorto oo mataqaana ku soo baxaan goleyaasha deegaanka uu golayaasha deegaanka iyo shaqada uu shaqeynayo uu ku mateli doono kuna shaqeyn doono mabaadiida iyo rabitaanka xisbiga wadani oo runtii markaa u sharaxnaa haddii waxaan ognahay laga soo bilaabo maalintii loo doortay maayir kargeysa ilaa maanta inuu aad mataqaana iskaga fogaa arrimaha xisbiyada haddii tahay wadani iyo haddii tahay kulmiye haddii tahay cudba iyo sidoo isu guudba arrimaha siyaasadda runtii dadku kala arki duwan yihiin maadaama wadalkeenu yahay dad xisbiyo badan ku dhisan oo mucaarid muxaafid balak yahay runtii qofka xilka haya mas-uulkii xisbiga ka soo baxo hase yeeshee mararka qaarkood oo aad wadkaansa inuu isku wado dadkii mucaaridka muxaafidkaba markaas isagu dadkii reer hargeysa isku wado wuxuu go'aansaday inuu arrimaha xisbiyada haddii xisbigu ka soo baxay wadani iyo haddii tahay xisbiga talada haya ee kulmiye iyo haddii xisbiyada kale ee dadka Cabdal ka jiraba inuu arrimahooga aad iskaga ururiyo oo ka fogaado waa waxyaabaha loo aaneyn karo inuu arrimaha looga gaabsanayo sidoo kale waxaan ognahay intii uu maayarka ahaa aad ugu mudhex muuqanin shirarka iyo mataqaana howlaha shaqe ee xisbiga wadani oo shirkii u dambeeyay ee wadani ee mataqaana lagu doortay demosharaxe gudoomiyaha lagu doortay gudoomiyaha wadani
إن عبد الرحمن إن إن الوجود ده تقدميه وداني حس على حاجة حسن إن مايركو كبو قريب قليل أو هنتي ده إن إنك استوى وطار شيء يقول هذا كمان كمغناء إن وحن أجن هي مناصرة بنا وحس بوداني لها إن أنا كقريب قليل مركا أريمة هسي وحلا عنين كراون إن دونستي سا يوم تخلنا إن هذا الله وكش يجي إنه عاصمة هرجيسة حقوق صار يسد يسد وحقوق قبلها يسد ومعارض محافظ به ما دام ودقي مجال هي وسكوت لها مركا أريمة هسا الله عنين كرا إنه ما أنت أنا كجاب صدين وسعد وشيغو متغنى إنه عبد الرحمن وبلاقات كساهر فلنا يودي سيو وحكرو شيغو حسين مدن وحيد أنه ما يركي عاصمة أنا هاي دقي مجال أنا هاي إن حسبيدي معارك محافظ قد حبانو هاي إن أديقي مجال أنا هاي مركا حسبيدي وطني عن كسوة بحينا وحليه تهوغان إيو مشرح إيو ضد متغنى كرتلو كتيرا مركا بحيد ضد كاسي أطالع إن حسبيدي أوليه سيش قديس يوم متغنى إن أوليه سيو يوم متغنى هناك سما مركدة أيوة أي متغنى أود صارن وكش قيام هل كيسونا يسكو كوبي إنه تريه رجيس وحوم قمن طانو مركه وصوب بحس ياسنا أو موقف قاتنا ورنت سعد إتاد كيسات أرتيو يوم تريه رجيس وش يجي دانو إن هنك السياسة يهلك يد يقابك وقمر لين دانو وهجاك إن وح نوج نهاي إن حسب كثرة حياه كلمية مسؤولين كترساني ay ka hadeen magaalooyinka burco iyo hargeysaba in maxaa keenay in xisbiga kulmiye uu si dhaqso ah uga falceliyo hadalka galabta ka soo yeeray duqa hargeysa oo taruntii waxaan ognahay marka laga yimid hadalladii hore ee dadka kulmiye ama reer kulmiye ay u sheeg jireen in intan imka uu socday shirka kulaha dhexe kulmiye taasi official ah in magaci Cabdikariim Axmed Mooge ah maayir hargeysa waxa looga dhex sheegay shirka kulaha dhexe ee kulmiye sidoo kale in xogeyaha golaha dhexe ee xisbiga ee kulmiye ee Mustafa Waxdad oo isna markii shirku dhamaaday ee saxaafadu weydiisay in Cabdikariim Ciise ee laga deelga akhriyay in liiska golaha dhexe isla markaana aanu shirka joogin wuxuu ku jawaabay in Cabdikariim horo soo codsaday in ma taqana ee xisbiga uu soo biiro oo golaha dhexe saa lagu dareen saadirteedna uu dooga maqna maadaama uu xubno badan oo golaha dhexe oo kaliba ay ka maqnaan madasha shirka burco aan tagin isna waxa kamid ah dadka ka maqnaa haseesha hore u soo codsaday inuu xisbiga ku soo biiro wax kale ognahay in intii aynu ku jirnay in halkan de studio falqeynta ku jirnay in afayeenka xisbiga kulmiye uu isna hadlay oo isna uu saxaafadu sheegay in Cabdikariim hore u soo codsaday inuu ka mid noqdo xisbiga isagoo shuruudo soo bandhigay gaar ahaan sida uu sheegay afayeenku uu doonayo inuu ka mid noqdo mas'uuliyiinta xisbiga gaar ahaan hoggaanka xisbiga shirkaha burco lagu dooranayo haseesha marka arrimaha suurtagali waayeen uu go'aansaday marka inuu deebeeniyo inuu xisbiga ka mid yahay marka runtii jawaabta hadalka maayirka ee maanta jeediyay iyo hadalkan ka soo baxaya kulmiye oo runtii waa hadalo mugdi abuuraya oo ay u baahan tahay inagu ma oran karno mid dambeeni karno midna ma rubeyn karno wada ilaahay baa og sida xaqiiqo tahay maadaama oo aan dhacna haysan cadeyn rasmi ah oo mataqaana ama uu ku beeni karo Cabdikariim inuu xisbiga af iyo qoraal iyo ficil badde uu kaga codsayn uu ka mid noqon doono sidoo kale kulmiina aanay soo bandhigin de cadeyn rasmi ah ama muuqaal ama qoraal rasmi ah oo ay uu Cabdikariim ku codsanayo maadaama arrimaha labadaas way meesha ka maqan yihiin de inuu ilaahay baa og si wax u jiraan oo deenagu labada dhinac ka runta sheekada been sheegdo laakiin turufaha iyo waayaha waqtiga ayaa arrimaha sheegi doona ka cadeyn doona iyadoo la ogaan doona haseesha waxaan ognahay in tan iyo intii uu kulmiye ku soo celin jiray in Cabdikariim uu yahay maayir musharax Ahmed Xubinaha xisbiga madaxana kulmiye Cabdikariim arrimaha aanu ka jawaab jirin markaa hadal jirin marka wax la oran karaa waxa jira tuhuna ah in runtii Soomaalidu xitaa hadii aanu madaxana dab jirin qiiqmay maadeen marka kulliiba wuxuu ba jiraan isla leeyahay anuu oo madaxana ama xagga maayirka ka socoto ama xagga kulmiyaha ka socoto laakiin arrimahaasi xaqiiqdoodu wali wax weyn wax weyn qaan ku jirto way laalan tahay hadii kulmiye uu hadalkii Cabdikariim maanta u beeniyay Cabdikariim isna uu shirka aad inuu kulli xisbiga kulmiye kamid u beeniyay marka waxa noqonaysaa uu in labada dhinacde si toos ah ama dees goob fagaara inta ku garnaqsadaan ay isku soo bandhigaan ka runta sheekada been sheegaya oo runtii dawa arrimo u baahan in mar kale iyo marar kale labada dhinacba ka hadlaan ummada si dhab oo xaqiiqa ay u qanciyaan si loo ogaado in qofka deemad qana been sheegay ee laga been abuurayo iyo runtii in arrimaha ku hareeraysan xidhiidhka laga dhaxeysiinayo Ameerika hargeysiyo iyo xisbiga kulmiye waa hagaag waxaynu arkaynaa in muran uu bilaabmay oo maayirku haday kulmiyana ay u jawaabeen arrintaasi maxaa saameyn ay keenay karaysa runtii saameyn ay keenay karaysa wax weyn maayirku Cabdikariim Axmed Mooge maayirkii magaalada hargeysa waana maayirkii caasimadda wuxuu ku shaqeynayaa waa xeer xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka oo runtii awoodaha
أما أنت بدن شغلة قليش ديانك هوس كين يا أما كده واحد كم يدخل حكومة دا إنك صار صوت أرتا أو متخانة دي قليش ديانك ستة وصار صوت أرتا أو ستة قلها وكل صوت أرتا حسيت شيء ستة قلها وكيلدو أما حلمان قلها وكيلدو أيهين واحد كم مدح بنان إن فلنت أما حكومة دا وين سطح دارو سيمان أو أكر صور كي يا فلنتي يا واحد شرد جدا إن قليش ديانكو مدح بنان أبو حمى هايستان أو تدوينها صوت أرتا حسيت شيء حير كندل كأويا لا تغنقلك ها كاران حير كاسمام كوليد جمينكو waxa uu awoodaha iyo maamulka goleysh deegaanka hoos geenaya in xukuumadda talada haysa oo ah waaxda fulinta oo kamida saddexda waaxooda qaran kamida gaar ahaan wuxuu si toos ah hoos geenaya wasaaradda arrimaha gudaha oo awoodihii iyo matqan shaqooyinkii ee goleysh deegaanka ee la maamulaysa waxaan ognahay in wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan xukuumadu ay gudiga fulinta ee magaalooyinka mid degmooyinka dalka ay xubin ku leedahay oo waxa jira in xogaha dawladda hoose وحبين مركز تمتلية حكومتي وحصول مقعوي شركة نما قدها هل كما يكي مركز حين كون دايك دورتان قولايش ديغان كولا صوت دورتي مركا قولايش ديغان كو حيارك واحد كدغين هي واحد كميدة حكومتا مركا عريماهاني واسور تقل إني كينان خلاف إن صوكها دحكرا إن حكومتا كل مية قارها وسادة عريما قدوها دي مكان حنوغنا إن وشيركة عريما قدها محمد كهين لقد قدوميه كل مية دو شركة برعالو قدورتي gudoomiyaha kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha waa ninkii de sharciigu siinaya ma xeer kan xeer kan isla gobolku siinaya inuu daawadihi goleysh deegaanka oo maamulo oo fadhiyadoodii iyo kalfadhiyadoodii waxaan ognahay in imika goleysh deegaanka kalfadhiyadoodii caadiga ahaa ay xanimin tahay oo wareegto uu soo saaray in wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayn hore soo saaray uu ku mamnuucay in goleysh deegaanka isugu yimaadaan kalfadhiyo caadi ah oo xil kale qaaday maayrada dalka dhan marka waa suurtagal in arrimaha dib loogu noqdo oo madaxana goleysh deegaanka kalfadhiyadooda la furo een sida cidii han lahayd madxana ama maayirada ama hargeysaha tan ama burco ama berbera ama beergaal magaalooyinka dalka xildhibaanadan kale golaha deegaanka cidii han lahayd madxana ama goleyaashooda ay awoodaha ay u isticmaalkaan ay u leeyihiin xil ka qaadaan isla markaana cid kale u doortaan een maayirada dalka een waxa kale oo ognahay in maalmihii u dambeeyay xildhibaano ka tsan een goleysh deegaanka ay ku jireen olole iyo shirar ay ugu oleeyeen sida loo furi lahaa een meesha lagu saar lahaa digriyadan ama wareegtan wasiirka arrimaha gudaha uu ku xanibay fadhiyadii een kalfadhiyadii caadiga ah ee golaha waxaan kala ognahay in ay la kulmeen golaha wakiilada ay la kulmeen golaha guurtida een xildhibaanada golaha deegaanku iyagoo codsanaya in maadaama xeerku uu fasaxayo in goleysh deegaanku ay xilliga doortaan dooran karaan maayirka iyo maayir ku-xigeenka xilka qaadi karaan in digriyatadaasi ay ka hormeyso xeerarkii dalka oo mataqaanaa ay tahay in goleyshu ay gaar ahaan golaha wakiiladu ay tallaabo ka qaadaan oo mataqaan arrimaha xoolga qabto marka waa suurtagal in arrimaha u dhagaraaraciyo wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiya maadaama uu cabdikariin haddii arrimahan khilaafkan uu sii durko waxaa kaloo suurtagal in arrintan aanu xisaabinan yeelan oo mataqaana danta guud ee mataqaana caasimadda iyo danta guud ee maayirada markasta waxaan ognahay xukuumaduhu waxay ku shaqeeyaan ama dee awood ka helaan maayirada oo mataqaana maayiradu si dhow ula shaqeeyaan xukuumadaha waxaa kaloo ognahay in maayiradii hore gaar ahaan maayirkii hore ee magaalada hargeysa cabdiraxmaan sultaan oo kale isagoo oo maayirkii caasimadda haddana mar walba uu aada uga dhexmuuqan jiray haddeeta ololayaasha iyo shirarka haddeeta shirarka hoose kuwaas ee mataqaana muuqda banaanbaxyada uu xisbiga kulmiye leeyahay aad buu wax muuqan jiray xubin firfircoona mataqaana isagoo maayarkiin ah haddana xisbigii kulmiye aad buu wax muuqan jiray hasee yeeshee imika cabdikariin waxa muuqanaysa intaa uu maayarka ahaa inuu xisbigu ka soo baxay iyo xisbiyadii kaleba aanu aad shirarkooda iyo mataqaana ololahooda waxa ugu dhex muuqan marka waa suurtagal in arrintan inay saameyn yeelato oo mataqaana ay ka faa'iidaystaan xildhibaano golaha deegaanka oo ahaan lahoo doonaya inay maayar noqdaan sidoo kale waa suurtagal in arrintani iska dambabiso oo madaqana ama xukuumaddu ay dee go-aan ah qaadato in maadaama oo dee caasimadu tahay caasimadii mataqana dadka ugu badan ku joogaan si mataqana aan khilaafaadkan siyaasadeed dalka tagan aanu saameynin ama isla markaana qalaaqal aan uga dhicin te caasimadda haddii laysku dayo imika maayarku in xil kaga qaado waxaa suurtagalda in dad ka taageersan ay sameeyaan rabshado oo mudaharaad sameyan marka arrimaha ammaankeedu laga eegayo ama dana kale oo gaaro oo mataqaana dee ka dhexeeya xukuumadaha iyo goleysh deegaanka laga eegayo in aan wax saameyn ku yeelan waa suurtagal laakiin labada dhinacba wax la filan karo maadaama oo imika si publiga dee ama si toosa ay kulmiye iyo maayarkii saxaafadda isugu jawaabayaan oo mataqaana isku barereenba balse waxaan ogaan doonaa bal arrimahaas inay sii socon doonaan iyo in si hoose loo dhammayn doono waa arrimo u yaala adee waqtiga iyo waayuhu inoo sheegi doono insha allah aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maxamed cumar cabdi ciro oo kamid a tafatirayaasha telefishinka saab waxaana uu falanqaynayay hadalha intaa ka dhalatay shirkii kulmiye ee lagu soo xidhay magaalada burco gaar ahaana arrinta ku saabsanayd in duqa magaalada hargeysa uu ka mid yahay duquna arrintaasi galabta uu beeniyey xisbiga kulmiyana uu sheegay in duqa uu damac kaga jiray inuu ku biiro xisbiga talada haye kulmiye